وهذه المفاوضة المباشرة بمثابة اعتراف رسمي من قريش بمحمد وبكيان الدعوة الإسلامية. فعلا إنه عرض قوي من رجل سياسي وذكي، فلعل محمد يقبل ولو بواحدة من هذه العروض. السلام عليكم ورحمة الله. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته للمقربين، فآمن معه صاحبه أبو بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب وخديجة بنت خويلد وغيرهم. وبعد أن رسخ الإيمان في قلوب المؤمنين جاء الأمر الإلهي بالصدع بالدعوة بالعلن وعلى رؤوس الأشهاد، فنزل جبريل عليه السلام بقول الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فدعا النبي أهل مكة وأعلنهم بدعوة الإسلام وأنه رسول من رب العالمين، فكان النبي الصادق الأمين، فأصبح بنظرهم الكاهن والساحر والمجنون. وبعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بإسلامهم وخرجوا بمسيرة منظمة مكونة من صفين، على رأس الصف الأول حمزة ابن أبي طالب والثاني عمر بن الخطاب في وسط مكة للفت انتباه المجتمع المكي لدعوة الإسلام، شعرت قريش بخطر النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا بمفاوضة النبي بعدة أساليب ووسائل لوقف دعوة الإسلام، لأنهم رأوا في دعوة الإسلام نار تحرق كفرهم وتزرع مكانه عقيدة تجعل من حاملها صخرة لا تلين ولا تضعف أمام الصعاب. فلجأوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب لعلم قريش بأن محمد عند أبي طالب بمكان وأن أبي طالب عند قريش بمكان أيضا، لوقف هذا الهجوم من النبي على عقائدهم وبيان زيفها. فقالوا له: إن ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا أو تخلي بيننا وبينه. فردهم أبي طالب ردا جميلا لينا، ولكنهم لم يعلموا أن الحق لا يخضع للمساومة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته حازما متحديا للكفر، يكشف زيف عقائد المشركين وضلالهم. فرجعوا لأبي طالب بلهجة التهديد والوعيد، فقالوا: إن لم تنه ابن أخيك فإننا لن نصبر على سب آلهتنا وسننازله حتى يهلك أحد الفريقين. أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. فطلب أبو طالب من النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عن الدعوة وألا يحمله ما لا طاقة له به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولته المشهورة: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا بأن عمه سيتخلى عنه. فلما ولى صلى الله عليه وسلم ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. فلما يأست قريش من تخلي أبي طالب عن ابن أخيه عرضوا عليه أمرا آخر، بأن يعطوه ابنا لهم أشد قوة وجمالا ليتخذه أبو طالب ابنا مقابل أن يسلم لهم محمد صلى الله عليه وسلم. فرد أبي طالب: أتعطوني ابنكم أغذوه وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ هذا والله لا يكون. فتحولت قريش إلى أسلوب آخر في محاربة النبي، واتفقوا على تعذيب كل من يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدن أهل الباطل، كلما أفلسوا أمام دعوة الحق لجأوا إلى التنكيل والقتل والتعذيب. فلما رأى أبي طالب ما حل بأصحاب محمد، جمع كلمة بنو هاشم وبني المطلب على حماية ابنهم محمد، إلا البعض منهم رفض ذلك من أمثال أبي لهب. فعجز المشركون من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعذيبه، وخافوا من نشر الإسلام بين العرب بقرب موسم الحج،
فوقفوا على طريق الوافدين على مكة يحذرونهم من محمد وسحره الذي يفرق فيه بين الزوج وزوجته وبين الأب وابنه والأخ وأخيه، فأصبحت قريش سببا في نشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل العرب وهم لا يعلمون، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فكانوا سببا في وصول خبر الإسلام للأوس والخزرج الذين ناصروه بعد ذلك. ففشل أمر قريش في وقف المد الإسلامي، فلجأوا إلى المفاوضات المباشرة مع محمد صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، وهذه المفاوضة المباشرة بمثابة اعتراف رسمي من قريش بمحمد وبكيان الدعوة الإسلامية. فأنابت قريش لهذه المفاوضات عتبة بن ربيعة وتحدث إلى محمد بمعسول الكلام، فعرض عتبة على النبي المال والجاه والسلطان والنساء، فعلا إنه عرض قوي من رجل سياسي وذكي، فلعل محمد يقبل ولو بواحدة من هذه العروض، فيتم فضح محمد بأنه يبتغي فيما يدعو إليه الجاه والمال والسلطان وليست الدعوة إلى الله. فالهدف الذي يريده عتبة من هذا العرض القضاء على محمد والإسلام، ولكن هدف النبي أسمى من الدنيا وزينتها وأكثر سياسة وحنكة، إنما الهدف للنبي كان إعلاء كلمة الله وإخراج البشر من عبادة البشر إلى عبادة رب البشر. فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة بعض الآيات من القرآن على مسمع عتبة، فأيقن عتبة بأن النبي ليس طالبا للدنيا كأمثاله، فانقلب على عقبيه خسر الدنيا والآخرة، ونصح عتبة قريش بعد مفاوضته لمحمد بتركه، إما أن يقتل على يد العرب فيتخلصون منه، وإما أن يعلو وتعلو قريش معه لأن محمد منهم، وأكمل قوله هذا رأيي فافعلوا ما بدا لكم، والحق إن هذا الكلام كلام رجل ذكي. فأخذت سادات قريش بالمفاوضات مع النبي بشكل جماعي، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع سادات قريش مجتمعين، فلم يأخذوا من النبي أي تنازل ولو بوزن شعرة واحدة، فأخذت قريش بمطالبة النبي تارة بنزول الملائكة إليهم وتارة بمطالبته بحياة لا كد فيها ولا تعب، وتارة بإنزال الهلاك والعذاب عليهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب لم أبعث بهذا بل بعثت بشيرا ونذيرا. فأخذت قريش قرار المقاطعة للنبي وكل من يحميه ولو كان غير مسلم، فأفشل الله خطتهم بعد 3 سنين من المقاطعة والامتحان للمؤمنين، وبقيت قريش ماضية في تعذيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ تدابير لحماية صحابته من التعذيب، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وهو بقي كالصخرة في مكة متصديا متحديا لعقائد المشركين ببيان زيفها. ومن ثم أخذت قريش بالتفكير باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصفيته جسديا، ولكن برعاية الله لم يستطع المشركون من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أمر النبي بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهذه نظرة بسيطة لما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل إيصال الإسلام إلينا، وبأن الله قادر على نصرة دعوته دون هذا العناء الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لنا للثبات وعدم التنازل ولو بشق تمره.